كما وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رسالة إلى رجال الأعمال بأن أزمة الدولار أزمة عابرة في فترة قريبة سيتم الانتهاء منها. وأنا بوجه هنا كلامي لكل رجال الصناعة المصريين. الأزمة اللي موجودة فيها مصر النهاردة هي أزمة عابرة، وأنا بقولها لحضراتكم، الأزمة الخاصة بموضوع العملة والكلام اللي بيتقال ده كلها إن شاء الله في فترة بسيطة جدا هتخلص، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك. الدرس اللي لازم كلنا نكون اتعلمناه من الأزمة العالمية والأزمة الاقتصادية السابقة واللي بيحصل، إن لابد أن نكون كدولة نملك مقدرات إنتاجنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن. وأنا تاني بأكد الكلام ده لرجال الصناعة الوطنيين، لأن النموذج اللي احنا شفناه النهاردة إن استثمار أجنبي مباشر بيؤمن بقدرات هذه الدولة، بيستثمر مئات الملايين من الدولارات في مصانع في فترة زمنية قليلة. لو بالمنطق يقول لأ طب استنى أشوف الدنيا هتروح لفين، لا، هم عارفين هما بيعملوا استثمارات لعشرين وتلاتين واربعين سنة، يعي تماما ان الازمة دي هي ازمة عابرة وبتخلص.